بسم الله الرحمن الرحيم، اتكلم عن البوس الخين الزفت هذا. معانا نتفدى. جربت الكتريكال، جربت هولي، تمام. الهولي يدمج فيه بس مو ذاك المدج، الكتريكال كمان يدمج فيه، تمام. نفس تري سنتنل العادي، بس هذا الفرق انه بنص الفيز او بنص الفايت معاه يقلب الكتريكال ويقلب تنين دنس. حصان حقه يسلق نار واحدة. يلا اضرب هنا، هذا بيطعم بالارض، بيحفر الارض اقصد. بابا بيتدرب، احنا ايش بنسوي؟ بنط من فوق، دوج هناك اضربه. هذا الحصان حقه ما يرفس، ما شفته يرفس. لو زي اللوراثة دوج. تفلة ثانية، تفلة ثالثة احتمال. صح في تفلة ارضية، ها زي هذا تفلة ارضية قد عليه قدامنا. شيل درع. طبعا يمديك تباري بالحصان، يمديك تسوي عليه مست، يمديك تجرب عليه البليد. البليد كويس، السمو الايس كويس، اللي هو الجليد كويس، البويزن برضه كويس، تمام. لكن انا احب الطريقه التقليديه عليه، اللي هو يلا اضرب كذا اضرب كذا. يعني يمدينا نستخدم حصان كان ضربتين وانا ادوج. يمديك تستخدم العمالقة اللي ورا هناك، بس ان فرصتك بالموت اعلى لان اكثر من جهاز فرق. اضافه قدام هذا قويه، بيضرب على اليمين. طبعا حتى لو نحط بلوك بس اثر من ضربته. واحد بيروح بعيد، وش بيسوي الحين؟ تفلت نار، تفلت نار ثانيه. وش بيسوي له؟ ضربه بالذا، ضربه بالشيلد، ودي اسمها. بينط ويضرب بسرعه الحق انه يضربه. اه وش بيسوي الحين؟ بيدعس من الحصان، تمام. بيحفر الارض، حلو. هذا اسمه ضرب احفاق. شيل الدرع، شو بيسوي؟ بيدفع النار. واحد بيدفع النار تحت الارض، هذا قدام يعني. بيضرب واحده الحين، فرصه تضرب. بيضرب قويه، اضرب. صار فيز الثاني. هذه كري، هذه الجزء الثاني بيك تسوي. احا شفت الجزء من الثاني بيك تدوجها. هوب، هذا ضربة قوية. هذا الحين بنط ويضرب، بيحفر الأرض، حلو. ددش أح. طبعا يمديك تصدها بالشيلد بس انه يا ساتر. وش عاد هي؟ ادفن ادفن تحت هذا قدامه يعني. هذا قوية مرة، إذا صديتها برضه كويس. هذه ما أكرهها بعد. في حكم حكاته، ما أدري إذا موجودة هنا وسواها علي هنا ولا لأ، لكن بحطها. ضربة الحين راحت الإلكتريكان عنده. الحين يشحن. هذه وايد رينج، تمام؟ يعني أماكن كذا زي الصواعق حولها. دخلة ثانية، إيش بسوي الحين؟ بنط ويضرب، حلو كويس. بيضرب الأرض، أضربه. بيضرب الشيلد، بيضرب اليمين. كهرب سلاحه كويس. احفظ الدرع كويس. ضربه قويه كويس. وش بسوي للحين؟ بنط ويضرب وخر كهرب. هذه وايد رينج، يمديك تنحشم زي كذا. كهرب يمين يسار، حلو. الحركه هذا جزء من الثاني، يمديك تدوجها جزء من الثاني. يبيلك تنحاش منها، يبيلك توقيتها صح، لان لو ما وقتها صح بيقتلك كذا. ذا وحها اضرب. ثاني شيء انا نبضى ضعيف، هذي كملها بضربة قوية على الارض. وخر بعيد، مهما كنت تشوف نفسك روح بعد زيادة. بيدفع بالارض، حلو. بيضرب، حلو. بيضرب مرة ثانية، بيحفر بالارض، حلو. بيضرب ضربة من يمين، بيضربة كهرب نفس الوايد رينج الكتريكال. تفلة كهرب سلاحه. وش بيسوي الحين؟ واو كويس انخفض. ضربة بالارض كهربائية، واحدة ثنتين ثلاثة، يقدر يكملها اربعة حسب مزاجه. وايد رينج الكتريكال، يمديك تكون تحت بس فرصة
احتمالك اعلى انك تعيش، بس انه بيضربك، ما احد يقول لك تفضل تضربني عادي. تفله تفله تحت، حلو. بينط ويضرب، يلا هذا تسوي له دوج وان، ضرب بالدرع، شيل بالدرع، يلا كهرب بيدخل ثاني. لا ما تفتح، تدخل ثلاثة تحت، حلو اضربه. هذا قوية، وخ بعيد، اوف واو كرسن اعطانا مجال هين. تفلح هذا كهرباء، دوج بسرعة، لان انا دوجت باسرع جزء من الثانية كان انت تقدر كهرباء. اوف يضربه، بيحضر الارض، بيضرب الشيء تكسر كهرباء. تفلح تفلح قدام ارض، ضربة قوية بالكهرباء، وايد هانجي وقتها. شيل الدرع، الحين بتفل الديناصور حصان الثاني. ضربة ضربة قوية مرة، الله اهرب، تعال شيك، يلا الحين فصلنا من الجواء ونضرب صاعد، شيل الدرع، روح بعيد، كهرب، وايد رينج يمكن يقتل، الحين شو مسوي؟ يدفن وحدة، وايد رينج يقتل، شفته جزء من الثانية. شيل اسمها، يلا الحين بيضرب قوة، بوف كام، حلو لا تسطمع، تفرق قدام قدام، احفظ بالدرع، شيل بالدرع، شو اسوي؟ بيدفع النار واحدة، وايد رينج الكتريكال، شو اسوي؟ بيدفع واحدة، يلا تعال. شيل مع كهرب، هذا اسمه وخ بعيد، كهرب شيل مع كهرب، اضرب فجر كهرب، نايس هوب، شورت رينج كاركتر، نايس شيل مع كهرب، تفلة حصان هوب، اضربه كذا، اتمنى تحضر الكتريسيتي، وهذا الشارع اعطينا اياها. يا عمي شلون؟